مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دواكم في يديكم، ونواصل كلامنا على هذا المرض المخيف ألا وهو السرطان، ونحاول من خلال هذا الكلام نقل من حدة خوف من هذا المرض بتفسير أصوله، كيف يأتي وكيف ممكن نتخلص منه. وكما قلنا مرارا أو أشرت، المرض هذا ماهوش شيء مقدر حتمي نقدروا نتخلصوا منه، إلا أن في الحلقات اللي فاتت تكلمنا كثيرا على مسؤوليتنا في مجيء هذا السرطان. ما نقولوش مسؤوليتنا 100%، إلا أن عندنا جزء كبير من المسؤولية في هذا. ما نقدروش نقولوا الله غالب، وما نقدروش نقولوا متقدرة، ولا ما قدرنا نديروا شيء، لأننا احنا نشوفوا بأن كثير من الأشياء ممكن نعملوها إلا أننا ما نعملوهاش. بعض الأحيان بعض الأشياء تجي فوق طاقتنا، نقدر نقولوا الله غالب، إلا أن نلاحظوا بأن في غالب الأحيان احنا اللي مسؤولين. وحنا تكلمنا على هذا المسؤولية عدة مرات، خاصة فيما يخص الأكل والتصرف، تصرفاتنا. وزدنا قلنا بأن هذا الإبيجينيتيك، تكلمنا على الإبيجينيتيك اللي هي 85% من هذا الشفرة الجينية، لو كود جينيتيك، اللي كانوا العلماء ما قدروش يفسروها، قالوا هذه مزبلة، سي جانك دي ان اي بالانجليزية، أو ادي ان بوبال. الآن وجدوا بأن هذه 85% هي اللي تعمل شرطي في الجسم تاع الإنسان، وبالتالي تراقب وتشوف كيف التوازنات موجودة داخل الجسم تاعنا هذا، وحسب تصرفاتنا حنايا تكلمنا عليها. والإخوة والأخوات اللي ما شافوش هذا الجزء يروحوا يعاودوا يرجعوا للانترنت للتسجيلات الموجودة ويراجعوا هذا. قلنا بأن هذه الإبيجينيتيك ورتنا بأن التفعيل الجينات تاع هذا السرطان حفظنا الله جميعا منه، أو تفعيل السكليروز ان بلاك ولا البوليارتريت ولا الروماتيزم ولا أي شيء، حسب تصرفاتنا احنا. يعني احنا متحكمين في هذا الأوباء، هذه الأمراض، إلى حد كبير جدا. فاليوم نواصل كلامنا على هذا المرض ألا وهو السرطان، ونتكلم بعد ما عملنا حلقات أولية لتفسيره وأسبابه. الآن نتكلم على ما يقول المختصون، الناس العلماء، في هذا الباب. ونبدأ هذه حلقة أولى فيما يقوله المختصون. قبل ما نوصل لهذا، كثير من الإخوة ما زالوا يكتبوا لي إيميلز، البعض منهم يطلبوا ما هي أوقات البث لهذه الحصة، وآخرين يطلبوا منا الوصفة من جديد. نتكلم عن الوصفة بعد هذا. أوقات البث راكم تشوفوا هنا تبدأ يوم الجمعة كيومنا هذا على الساعة 3:30، 3:30 بتوقيت لندن. فتوقيتكم أنتم تحسبوه حسب البلدان اللي أنتم موجودين فيها. فيبدأ في القناة الأمازيغية يوم الجمعة الآن الناس اللي راهم في القناة الأمازيغية راهم يشوفوا في الحصة، والناس اللي راهم في القناة العربية راهم يشوفوا في الحصة. وبعد في القناة الأمازيغية تعاد حسب ما راكم تشوفوا على الشاشة يوم السبت والأحد والثلاثاء، مرتين في يوم الثلاثاء والخميس. هذه القناة الأمازيغية. القناة العربية بعد الآن راح إعادة هذه الحصة راح تكون غدوة السبت على الساعة 9:30 الصباح توقيت لندن دائما، يوم الأحد، يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء. فالرجاء الإخوة يا إما يصوروا هذا بالبورتابل التوقيت هذا ويحطوه عندهم الناس اللي يحبوا يشوفوه، وإلا يرجعوا للموقع المغاربية ويجيبوا هذا يشوفوا التوقيت هذا. الوصفة العديد من الإخوة ما زالوا يكتبوا لي يقولوا لنا ابعث لنا الوصفة، وأنا مرارا وأنا نقول الوصفة ما راهيش عندي، أنا ما نبعث والو الآن، كل شيء موجود على الموقع. فالرجاء الناس يستعملوا الرابط هذا اللي موجود على الشاشة، يكتبوه اللي يصوروه يطلعوه في الآخر في الأورديناتور تاعهم ويدخلوا في الانترنت ويدخلوا به للصفحة اللي تقول تحميل الوصفات الطبية. عندما يضغطوا على هذا مباشرة يدخلوا للصفحة وين موجود وصفة تعديل الأكل، يعني هي استراتيجية الصحة الهضمية والعامة بالعربية واستراتيجية نوتريسيونيل دو سانتي ديجيستيف جينيرال بالفرنسية، ويقدروا يحملوا الوصفات بالطريقة اللي يحبوا ويطبقوا الشيء اللي يقدروا عليه. المختصون في الوقت هذا الواحد القرن 21 كثير منهم من الأطباء الكبار اللي شافوا بأن ممكن الطب الحديث وصل إلى بعض المأزق برسكو لامباس، فين العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة والجراحة بقات معهم بعض المشاكل، ما قدروش يتخلصوا من هذا المرض ألا وهو السرطان بصفة نهائية. وحتى بعض الأدوية الكيميائية الشيميوثيرابي اللي تستعمل الآن هي راجعة للسبعينات، مازال ما وجدوش أشياء أخرى. فكثير من الأطباء هذو فكروا وقالوا لابد فيه أشياء أخرى، فالعدد منهم لا بأس به كبير جدا راجع الآن من الأطباء الأرثوذكسيين هذو تاع الطب الحديث، رجعوا إلى نظروا في الطبيعة وشافوا بأن استخلصوا من تجربتهم بأن غالب الأحيان السرطانات كثرت في القرن العشرين والواحد والعشرين من جراء التلوث البيئة ومن جراء تلوث الأكل تاعنا ومن جراء التغيير في التركيبة نتاع الأكل نتاعنا. وثاني من مسؤوليتنا التكاثر في الأكل من أنواع عديدة غير صحية، فمسؤوليتنا تكمن في هذا الجانب. في هذا كثير منهم عندنا هنا نص صنفين عملتهم، الأطباء اللي هم الأطباء في الطب الحديث كما هذه لا دكتور كاترين كوسمين، عندنا لو دكتور جون سينيالي، عندنا ميركو بيلجانسكي بروفيسور هنري جويو و البروفيسور أندري غيرنيز. هذا أندري غيرنيز اللي توفى تقريبا عنده سنة و2 اللي هو يعتبر أب السرطان هكذا يسمى. فهذا من جهة، من جهة الأخرى عندنا جيثرو كلوس، هذا اللي هو ماهوش طبيب إلا أنه درس الطب كثيرا ومتخصص في الطب الطبيعي الأصلي خاصة الطب النباتي والتيار الكهربائي أيضا، وهذا عاش في الثلاثينات. عندنا دكتور ماكس جيرسون، الآن العلاج تاعو معروف لا تيرابي جيرسون، وهذا ثان يعالج بمواد طبيعية وخاصة بتغيير الأكل جذريا. وعندنا أيضا الطبيب هذا جون فالني اللي عنده تجربة تكلمنا عليها عدة مرات في الماضي، عنده تجربة قوية في الطب الحديث وتجربة قوية في الطب الطبيعي الأصلي. لماذا اخترنا هذا؟ قلنا لأنهم كلهم ما عدا هذا جيثرو كلوس كلهم أطباء نتاع القرن العشرين والقرن 21. كلهم عندهم تجربة كبيرة في الطب نتاعهم، الطب العصري هذا تقريبا 50 سنة 60 سنة شاب رأسهم يعني كما نقولوا في الطب نتاعهم، فما همش أطباء صغار اللي ممكن أتوا بنظرية صغيرة هكذا، فهم فكروا كثير ومارسوا الطب نتاعهم ووصلوا إلى نتائج اللي خلاتهم يرجعوا إلى الطب الطبيعي، حتى يربطوا بين الطب الحديث هذا والطب الطبيعي اللي يسموها لا ميديسين انتيغراتيف أو الطب التكاملي. نقدروا نستعملوا الطب الحديث ونقدروا نستعملوا الطب الطبيعي الأصلي كما يعملوا الصينيين الآن والهنود أيضا. فكلهم هذا الأطباء هذو اللي اخترناهم كلهم ثان مع تجربتهم وكاع وصلوا إلى نتيجة أن الطب الحديث هذا ممكن عنده بعض الحدود ما قدرش يتخطاها، ووصل تقريبا كما قلنا إلى أمباس، إلى مأزق، فنظروا في شيء آخر ألا وهو الطب الطبيعي. كلهم عملوا بحوثات أيضا كبيرة جدا ووصلوا إلى نتائج وأتوا بحلول من الطب الطبيعي هذا اللي هم الآن يمارسوها ويطبقوا فيها ويفسروا فيها أيضا للناس عبر الانترنت وعبر كتب. وهذه الحلول اللي جابوها غالب الأحيان نوجدوها أنها رجوع إلى الطبيعة، هذه الطبيعة اللي خلقها لنا الله سبحانه وتعالى بتركيبة معينة، وطلب منا أن نستعملها ونستفيد بها بدون تشويه كما تقول الآية لا تبديل لخلق الله. فعندما نتكلم في موضوع السرطان أو لاحظته في الماضي عندما أتكلم على كثير من الأشياء نحاول نبسط للناس بطريقة بعض الأحيان التبسيط يكون كبير جدا إلى درجة أن بعض الناس يعملوا لي ملاحظات يقولوا والله أنت ما تكلمش على هذه وهذه وهذه، فمن باب التبسيط مش ممكن نشرح للعامة كل مراحل البحوث، فهذه ما تهمهمش بالدرجة الأولى، وثانيا ممكن ما تخليهمش يفهموا الفكرة عندما نكون نشرح فيها، فنتكلم بطريقة معينة، وأيضا نحاول بعض الأحيان نتكلم بمصطلحات طبية لأن كثير من الأطباء اتصلوا بيا، البعض حابين يشوفوا وين يدرسوا الطب الطبيعي الأصلي خاصة لافيتوثيرابي الطب النباتي، والبعض منهم يستعملوا النصائح اللي نمدها هنايا ويعطوها لعائلاتهم ولمرضاهم، وهذا من يعني فضل الله. ناس هذو أطباء إيجابيين ويفكروا فعلا في صحة الشعب. فاليوم من كل هذا المختصين اللي تكلمنا عليهم نبداو بهذا الطبيبة كاترين كوسمين اللي تكلمنا عليها في الماضي وانتم تشوفوا في الصورة تاعها هنايا، وعندها زوج كتب مهمين جدا، هذا واحد اسمه سوايي بيان دون فوتر اسييت جوسكا 80 ans et plus، يعني ليكون أكلكم صحيح وقوي وتعيشون إلى 80 سنة وفما فوق، وعندها الكتاب هذا كتب في الثمانينات، والكتاب الثاني سوفي فوتر كور اللي هو كتبته في تقريبا في منتصف بداية التسعينات، واللي هو تفسر فيه كثير من الأمراض هذه وأصلها البيئوي والغذائي. فهذه كاترين كوسمين عاشت بين 1904 وتوفات في سنة 1992، ومارست الكثير من الأمراض المزمنة هذه لمدة تقريبا أكثر من 40 سنة في الحقيقة. ومن بين هذه الأمراض المزمنة التنكسية لمالادي كرونيك ديجينيراتيف عالجت السرطان بقوة، السرطان والاسكليروز ان بلاك والبوليارتريت روماتويد évolutive. وهذه الثلاثة هي تسميهم لي تخوا سور. لي تخوا سور الأخوات الثلاث، سرطان، سكليروز ان بلاك، والبوليارتريت. لماذا لي تخوا سور؟ لأنها تفسر في كتبها بأن كلما درست مرض من هذه الأمراض إلا ووجدت أن في أصل المرض هذا كان سوء التغذية. فهذا القاسم المشترك للسرطان، لاسكليروز ان بلاك والبوليارتريت. طبعا حنا نتكلموا على تجربة الدكتورة كوسمين ونظريتها كما تقول فيها هي. حنا أنا اليوم نقدم الأشياء اللي أتت بها هي. فهذه بينت لها بأن قضية الأكل السليم مهمة جدا. فأيضا فيما يخص السرطان دراسات لمدة تقريبا 20 سنة اختصت فيه لأسباب دوك نشوفوها، وأتت باستراتيجية عامة لعلاج السرطان ولعلاج لاسكليروز ان بلاك والبوليارتريت على أساس تعديل الأكل. والوصفة تاعنا كما اللي تقدروا تحملوها تنزلوها من الانترنت مبنية على هذا النظرية، نظرية تعديل الأكل لاسترجاع الصحة الأصلية تاع الإنسان. فهي تقول بأن لابد أننا نرجع إذا حبينا نبراو من الأمراض هذه من بينها السرطان، إذا حبينا نبراو منها لابد أننا نرجع إلى أكل سليم، أكل طبيعي كما خلقه الله سبحانه وتعالى لنا بدون تشويه. كيف تفسر اهتمامها بالسرطان؟ تقول هذه كاترين كوسمين الناس المفرطين هم يشوفوا في النص عندما كانت طبيبة صغيرة كانوا عندها زوج مرضى ذراري صغار. فالذراري صغار هذو بين زوج هي تفسر مطولة في الكتب تاعها كيف كان عندهم سرطان وكيف هذا السنين بعد علاج كامل فقدتهم، توفوا على كل حال. فهذا خلاها تشعر بذنب كيف هي ما قدرش تنقذ طفلين من هذا المرض. فهذا أدى بها إلى البحوث في ميدان السرطان في إطار الإمكانيات اللي كانت عندها. كان دارت مخبر صغير وتجيب الفيران ودير الفيران في زوج أنصاف، هذو تعطي لهم الأكل الطبيعي السليم وهذو تعطي لهم الأكل المشوه، الفارينة البيضاء والسكر الأبيض والملح الأبيض وكذا. وشفت بأن السرطان، وكانت تدير لهم طبعا تشكك بين زوج، دير لهم تشكك تاع خلايا سرطانية باش تسرطنهم، دير لهم سرطان يعني. شافت بلي هذا الفيران اللي ياكلوا الاكل المشوه الطبيعي الفرن البيض السكر وكذا يموتوا بعد اسبوع، والفيران الاخرين اللي دارت لهم خلايا سرطانيه وكانوا ياكلوا اكل صحي الجسم تاعهم اقضى على الخلايا السرطانيه وزادوا عاشوا اكثر من المعيشه اللي كانوا عاده يعيشوها. فهذا كل هذا صار في إطار تقريب سنة وشجعها على المواصلة سنوات يعني مش سنة، شجعها على المواصلة فاشتغلت لمدة 20 سنة. فتقول أن الهدف نتاعها ما كانش تحوس كيفاه نتخلصوا من السرطان هذا، كيفاش نحوه من جسم الانسان كما يعمل الطب الحديث. الطب الحديث عنده لا شيميوثيرابي، عنده لا راديوثيرابي، وعنده الجراحة، يحبوا يتخلصوا من السرطان ينحوه. هي ما حبتش تعمل هكذا، حبت تفهم لماذا السرطان يتكون بالدرجة الأولى. وفي الطب الطبيعي الأصلي نتاعنا احنا، أنا قلت مرارا عندما يجينا مريض ما يقدرش يقول لي واش من العشبة تعطي لي الحاجة الفلانية، احنا نقولوا دائما نروحوا نفهموا الجسم تاع الإنسان قبل ما نعملوا أي علاج، قبل ما نعطوا أي تريتمون. ولهذا إخواننا مازال ما حبوش يفهموا القضيه هذه. هذاك الدواء لمرض معين ما كاش منه، لابد الانسان نتطرق له جوانب كثيره بعد ما نعمل تحقيق معاه ونفهم الارضيه نتاعو الجسم نتاعو كارض، نشوف وراه الخلل باش نقدر نعطي له. وكل انسان يختلف على انسان اخر. فالدكتوره كوسمين هذه حبت تعرف لماذا السرطان يتكون بالدرجه الاولى في اول الامر. فمن هذا العشرين سنه تاع البحوث وجدت بان السرطان رغم كل النظريات الموجوده الاخرى الرسميه يعني تاع الطب الحديث، وجدت بان السرطان هذا هي حاجه من عند الجسم تاعنا اللي يكونها، يعني الجسم تاعنا هو اللي يكون السرطان باش يقاوم تحدي، باش يقاوم هجوم من طرف جراثيم منين تاتينا؟ تاتي من المصران، يعني من الجهاز الهضمي، من المعده والمصران تخرج في الدم وتهاجم. فالجسم تاعنا شغلانه داليرت، يعني حاله طوارئ، لابد يعمل شيء فيكون سرطان هذا. فهي تقول لو تيسو كانسيرو سو كونستروي pour capter les micro-organismes et les toxines en circulation dans le sang et qui viennent de l'intestin. تقول بأن هذا الورم، هذا التيومر اللي تتكون، هو الجسم تاعنا اللي يكونها باش تمتص كل هذا الجراثيم اللي تتزربع في الدم تاعنا، تخرج قاعدتك من الآخر، يحاول يقبضها. ف يعني تقول بأن السرطان هو الجسم تاعنا اللي يكونه باش يدافع عفوا باش يدافع على نفسه، وان هذا الجراثيم اللي الجسم تاعنا يكون سرطان باهي يتخلص منها تاتي من المعده، من المصران. فكيف راح هي تفسر لنا الجراثيم هذه منين تاتي؟ هاي واش تقول دكتوره كوسمين. نرجع دائما الى قضيه الاكل، وهذه الدكتوره كوسمين يرجع لها الفضل انها في القرن العشرين تقريبا هي من الناس الاوائل اللي شافوا بان الكارثه الكبيره في الامراض المزمنه التنكسيه لي مالادي كرونيك ديجينيراتيف، الكارثه الكبيره هي الاكل نتاعنا، طرق الاكل تاعنا. فما هي الاسباب؟ تكلمنا عليها مرارا في الماضي، ولربما البعض راح يقول لك خلاص احنا وصلنا لنقطه دائما تكلمنا على الماكله، نتكلموا عليها دائما لان كثير من الاخوه مازال ما يفهموش بان مسؤوليتهم هي المشكله. مسؤوليتهم هي الاكل. مثلا عندما قلنا المنظمه الدوليه للصحه قالت بان اللحوم الحمراء قد تكون مسرطنه، واللحوم الحمراء المحوله كاشير ومرقاز وسوسيس وجامبو عند النصارى وكايتيك، قلنا هذو هما هذه مسرطنه فعلا. احنا شفنا ناس يتضاربوا على الدجاج في الجزائر، قلنا الدجاج مسرطن فيه هرمونات مسرطنه، الناس تضارب عليه. ولهذا نرجع دائما نفسروا قضيه الاكل، ويقولوا المثل يقول في الاعاده افاده. فهنا نقول لكم الدكتوره كوسمين واش تقول. فتقول ان الحبوب نتاعنا، القمح، الزراعه بصفه عامه، لاننا نحاولوا كل الغله تاعو ولا ديفيتاليزي، القوه تاعو راحت. الشيء الاخر هما الزيوت، الزيوت تاعنا باش تتحمل الضوء، باش تتحمل الهواء، باش تتحمل السخانه، يبدلوا لها في الوزين، يبدلوا لها في المعامل، يبدلوا لها التركيبه تاعها. ولا تبدلت التركيبه تاعها راح الجسم تاعنا ما يعرفهاش وراح تدير مشاكل. لهذا تلقى الناس الطبخه تاعنا بالزيوت مشكله مع الكولون كاع، لان الزيت هذيك ماهيش زيت طبيعيه، غالب الاحيان زيت سانغو، الويل دو طابل، هذو قاعدتك كلها مشوها. زياده على هذا الشيء، العنصر الثالث هو ان الماكله عاد معلبه، كي تتعلب يعني تقريبا تفقد الغله تاعها بعد ايام. زياده على هذا قلناها في الماضي ان الباطات هذو، هذه العلب اللي موجوده فيها، تطلق سموم من الداخل داخل الماكله. هذا قلنا بالانجليزيه اسمه ليتشينغ. لو ليتشينغ هذا سي الاخر الجدار نتاع العلب هذه يطلق سموم اللي تدخل في الاكل، وهذاك عندما يدخل الاكل حنا نفتحوا مثلا علبه تاع طماطم تاع طماطيش ونطبخوا بها، هذاك السموم راح تدخل في جسمنا ايضا. عندنا اشياء اخرى لي مود دو كويسون اغريسيف، لي مود دو كويسون اغريسيف يعني طرق الطبخ ولات هجوميه ولات دير مشاكل كثيره. عندنا مثلا المقالي، المقله، القدره اللي هما فيهم طلي بالداخل، طلي بالداخل هذاك شيء فشيء نشوفوه يروح، حتى نولوا نشوفوه في الحديد يبان هذاك وين يروح، يروح خطر نكرطه ويدخل في الماكله شيئا فشيئا. وهذوك الان معروف بان الطلي هذاك بالاخص الطلي الاكحل هذوك في بعض ما نقولش نقول الماركات نتاع الشركات اللي تعمل هذا، الا ان هذاك الطلي وجد بانه مسرطن يدير لنا سرطانات، وهذا احنا نشوفوه ناكلوه كبار وصغار. ولهذا الانسان يشوف ما يستعملش القضايا هذه. فلي مود دو كويسون عند هذا بالدرجور استعمال هذا الاناء، الزيوت نطبخوا بها ونسخنوها هي اولا مشوها، ونزيدوا احنا عندما نطبخوها على نار قويه راح تزيد تفقد الغله تاعها اكثر وتولي مسمه، تولي درنا تولي هي سم. فالماكله تاعنا تشوه بالطبخ على النار القاويه لمده طويله راح تشوه لنا بعض تركيبه بعض الاشياء وتقتلنا الفيتامينات، تقتل اشياء اخرى، والمعادن اللي تكون فيها ممكن تتشوه ايضا. الدكتوره كوسمين تقول ايضا ان تلوث البيئه، تلوث البيئه تكلمنا عليه عده مرات. مثلا نخوضوا تكلمت المره الماضيه على سيارات الديزل، الديازل هذه اللي منعت في سويسرا مثلا، وجدنا بان كثير من الاخوه الليبيين صاروا يشتروا فيها، يشروها من سويسرا ويدوها لليبيا. يعني سويسرا تتخلص من سيارات الديازل لانها فيها تلوث، واخواننا يشروها بيدوها لبلدانهم. عندما قلت الاخوه الليبيين لان جاتنا خبر على هذا، الا ان الجزائريين يعملوا نفس الشيء، المغاربه يعملوا نفس الشيء، التونسيين يعملوا نفس الشيء. ليش؟ لأن تجيهم السيارات هذه رخيصة وديزل الطول، لكن ما ينظروش للبعيد لكل الأمراض هذه اللي راه تديرهم هذه. أوروبا تتخلص منهم وإحنا ناخذهم باه نمرضوا. عجيب، عجيب كيف ما نفكروش في القضايا هذه. اللحوم الحمراء، لأن قلنا هذا التلوث تلوث بيئوي وتلوث غذائي. اللحوم الحمراء غير ما تكلمنا عليهم. المنظمة الدولية للصحة قالت بأن فريق درس هذا اللحوم، فريق من 24 بلاد يتذكر مليح، درس اللحوم الحمراء لمدة 10 سنوات، وفيه تقريب عفوا 10 بلدان، 24 خبير، 24 خبير من 10 بلدان درسوا هذا لمدة تقريبا 10 سنوات، ووجدوا بأن اللحوم الحمراء الماكله اللي يعطوا للبقر وكل شيء، اللحوم الحمراء هذه قد تسبب سرطان. وهذا كان تحفظ من المنظمه الدوليه للصحه لان فيه اموال كثيره حول اللحوم الحمراء هذه وما حبتش تجيب مشاكل. الا ان قالت اللحوم الحمراء المحوله، الجامبون والسوسيس والكاشير والمرقاز وقاعيتي، كل هذه تسبب فعلا سرطان، دير سرطانات. فهنايا وتوقع مسؤوليتنا يا سيدي، ما قدرتش ناكل اللحم هذا ما ناكلوش، نحاول اذا مشينا للصحراء ولا مكان اخر ممكن نشوفوا كاش واحد عنده بقره يذبح لنا ولا نجيبوا نص منها. لابد انسان يسعى ويحاول يعمل اشياء، ما يقدرش الانسان يقول والله ما لقيتش انا ناكل اللي قدامي. هنا وين توقع مسؤوليه، ما يقدرش الانسان يقفز من 14 ايطاج ويقول والله ما نقدرش لان ما عنديش درج ولا درج مغلوقين ولا حاجه، هذه ما تمشيش. ف كيفاه الاكل هذا المشوه اللي تكلمنا عليه كيفاه يكون سرطانات. هذا الاكل المشوه راح يعطينا بعض السموم، هذه لي توكسين هذو راح يدخلوا في الجسم تاعنا، اللحوم، المواد الكيميائيه ايضا من المقالي هذاك الطلي تاعهم، راح لبعض المواد تاع التجميل فيها مواد مسرطنه. والحفافات هذو قلنا لابد يراعوا بهذا لان يمسوهما ويديروا في شعر النساء اشياء مواد كيميائيه، والمواد الكيميائيه قد تكون مضره فلابد الانسان يبحث فيها ويشوف المكونات تاعها ويقرا عليها. فانا ما نقدرش نعطيكم كل شيء هنايا. فعندما تدخل السموم هذه المصران تاعنا المصران يبقى يتوسع، عندما يتوسع السموم هذه تبدا تدخل تخرج من المصران، تخرج وتعم الجسم تاعنا، فتدخل كلها في الجسم تاعنا. وهنا وين الجسم تاعنا يولي اون ايتا داليرت، يولي في حاله طوارئ، في هجوم من طرف السموم هذه. واش يعمل؟ يكون ورم، يكون الاخر سرطان. هذه نتكلم عن النظريه تاع الدكتوره كوسمين. عندما يكون سرطان هذه باه يجبد هذه السموم، يجبدها ليه، وكل ما السموم هذه تجي الا والسرطان يكبر 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 يكبر. ففي هذه الحاله تقول الدكتوره كوسمين ان الشيميوثيرابي ولا الراديوثيرابي ولا لاشيرورجي تقدر تنحي السرطان هذاك، لكن الاسباب اللي كوناته ما تنحاتش، ولهذا نشوفوا بان السرطان يرجع بعد 5 سنين 6 سنين 7 يرجع بعض الاحيان اكثر، ولا الخلايا هذيك تبقى خلايا تولي تمشي في الجسم تاع الانسان وتكون سرطانات اخرى، يعني من نفس النوع، يعني توسي دي ميتاستاز كما يقولوا. فطالما الاسباب اللي كونت السرطان في البدايه ما تنحاش، وحنا نشوفوا بان غالب الاحيان هي اسباب من التغذويه، فالسرطان راح ما يروحش. فواش تقول دكتوره كوسمين؟ تقول هذه لابد الانسان باه السرطان ما يتكونش، لابد الانسان ينحي هذاك الاحتياج الجسم لتكوين سرطان، يعني ينحي له الاسباب هذه. عندما ينحي الاسباب هذه حسب النظريه تاع السرطان ما يتكونش، لان ما عندوش سبب يتكون. Il n'a pas une fois qu'on a enlevé les conditions biologiques de les conditions pathologiques de la cancérisation, le cancer n'a plus de raison d'être. فهي تقول elle débray le moteur du cancer. تنحي من la vitesse. ديرو au point mort. فكيف تتخلص من هذا السرطان؟ اولا تقول لك في نظريتها ان الجدار نتاع المصران لابد ان الانسان يقويه، باش يقويه يعطي له زيوت طبيعيه ماهيش يمشوها، كي يعصروا زيت الزيتون مثلا ما يسخنوهاش، يعصروها بوسائل ميكانيكيه بارده. ان الانسان يعطي للجسم تاعنا هاد لي زاسيد غرا بولي انساتوري اللي فيهم لي زوميغا 3 لي زوميغا 6 باش الجدار هذا تاع الجسم تاع المصران عفوا يولي قوي وما يخليش الجراثيم هذه تعقب وتدخل في الجسم. من الاشياء الاخرى اللي تقولها الدكتوره كوسمين تقول لك الزبده العصريه هذه، الجبون اللي فيها الدهون كثيرة واللي تكون مخمرة، والزيوت اللي مشوها هذه لابد الإنسان يتخلص منها. ثانيا باش بعد ما نقووا الجدار تاع المصران لابد نرجعوا لافلور انتستينال، يعني الميكروبات الملاح. علاش؟ لأن عندما الاكل تاعنا يشوه لنا الجدار تاع الجسم تاعنا، عندما تدخل توكسينات احنا عندنا في المصران في المعده، يقولوا النظريه تقول بان عندنا الميكروبات الملاح والميكروبات اللي ماشي ملاح. الميكروبات الملاح اللي هما يساعدوا على الهضم ويخرجوا لنا الاوساخ وكاع، والميكروبات اللي ماشي ملاح اللي هي تحاول دائما باش تقفز على الانسان. فبيناتهم نوع من التكامل، عندما الأكل تاعنا يكون ماشي مليح، هذيك اللي الميكروبات اللي تكون شرسة القوية اللي ماهيش مليحة تتغلب على الميكروبات الملاح، وبهذه الطريقة تدخل في الجسم ودير والجسم يكون سرطان بيدافع ضدها. فهنايا واش لازم نعملوا؟ لازم ناخذوا الأكل اللازم اللي يخلينا نعاود نحافظ على التوازن بين الميكروبات الملاح والميكروبات اللي مش ملاح داخل المعدة والمصران. فهي تقول لابد ناكلوا من الأشياء النية الكروديتي، لابد ناكلوا من الخضر، لابد ناكل من الحبوب التامة اللي ماهيش رافينة، يعني ماشي الفرينة البيضاء والمقارون الأبيض والبركوكس الأبيض. لابد تكون كل حاجة نخدمها بالقمح هذاك اللي يكون مطحون كلي سيغال كومبليت. وبنفس الشيء ناكلوا الفواكه، الفواكه نتاع الموسم نتاعنا. فمن جهة أخرى لابد الإنسان ينقص، هي تقول ينقص من البروتينيات اللي أصلها حيواني نتاع الحيوانات تاع البقر والماشية بصفة عامة، وينقص من الزيوت اللي مشوها بزاف بطرق شتى، وخاصة السكر الأبيض اللي يدخل في الجسم ويدير التهابات. فباش نختم هذا، هو شي قلنا البروفيسور جوايو نتكلموا عليه في المستقبل ان شاء الله، ياكد واش راهي تقول الدكتوره كوسمين. يقول احنا نو فابريكون نو كانسير افيك سو كو لو مي دون نوتر كور، احنا اللي نقووا السرطانات، نكونوا السرطانات بالاشياء اللي ندخلوها في كروشنا. ويقول بأن اليوم يبدو أن 45% من السرطانات اللي تجي للناس هي مبنية على الأكل الغير السليم. الأكل الغير السليم هو اللي يدير تقريب 45% من السرطانات، وهذا الرقم يقول أنه يتصاعد 45 46 48 50 ورايحة. ف يبدو أن الدراسات الحديثة تقول أن 50% من السرطانات اللي تتكون في الإنسان هي من جراء نتيجة لأكل غير صحي. كما يقول هو ان كانسير نو تومب با دو لا لون، يقول لك سرطان ما يطيحش من السماء. وحنا تكلمنا في الماضي على هذا وورينا كيفاه يتكون شيئا فشيئا لمده 9 سنوات. فنو لو فابريكون parmi les multiples causes à l'origine de cette maladie l'alimentation occupe la première position. يعني يقول بان من اسباب الاسباب العديده لتكوين السرطانات هذو بانواعها شتى، أول سبب هو الأكل نتاعنا الغير سليم. فنكتفي بهذا ونمشي إلى الأسئلة ونواصل إن شاء الله. في الأخت ليلى من الجزائر، السلام عليكم. أنا مع الطبيب. نعم تفضلي أختي. أنا مع الطبيب. نعم نعم تفضلي تكلمي ياك معايا. حبيت نسقسي الطبيب. ألو السلام عليكم. أنا نسمع فيك تكلمي أختي. عندي ليكيس في صدري بزاف. واش عندك؟ ليكيس. ما فهمتش الكلمة. ها؟ عندك ديكيست؟ بزاف عندي في زيستي منه ومنه. في خارجين؟ نعم يخرجوا لي من ذاك ويروحوا بالدواء. وعندي بزاف هذوك الصغار اللي 5 ملم ولا. كاش أنا نسمع فيك أختي، نسمع فيك راك سمعتيها. يدي عوقت لي درت لها الباراسي وما نجحتليش. وعندي لاطروز. درتي في يدي، كان عندك ديكيس في يديك ودرتي لوبيراسيون وما نجحتش. وعندي فينيس لاطروز. واش ينصحني بالدواء الاعشاب نشربهم؟ الارتروز، شوفي انا مقبل نقول نعاود ودائما نقول نعاود، ما كاش نعطيك اعشاب تشربيهم. الجواب هو كلي. الارتروز تكلمنا عليها وتسجيلات موجوده ممكن تروحي تراجعيها. هاد لي كيس اللي راكي تكلمي عليهم ينوضوا لك في صدرك وممكن في يديك، يبدو هذو اللي اسمهم لي ليبوم. اللي ليبوم هذو بعض الأحيان ينوضوا في أماكن كثيرة وبعض الأحيان يعطوا لهم اسم معين. هذو لابد يكون علاج كلي عند الإنسان. وإذا حبت الأخت هذه تكتب لنا ممكن ننصحها بأشياء في إطار علاج تام. الأخ سفيان من سكيكدا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله الحكيم. السلام عليكم. الله يسلمك بارك الله فيك، تفضل. أنصح فيك برك يا الحكيم، أنا عندي خلعة. نعم؟ عندي خلعة. الخلعة؟ خلعة إيه. ونشرب في دواء، حابب نحبس الدواء هذاك، ثم نشرب نص كعبة دواء وربع قطرات. والخلعة هذه منين جاتك؟ جاتني خلعوني تلفزيون جزائري في الماتشا مصر. التلفزيون الجزائري واش عمل؟ خلاني بعث لي من تحت يدي اللي سمع فيها ذبحوها في اللاكا. ايوا شوف يا اخي، انت ثم مسكيكدا، روح شوف كاش واحد عشاش بي ممكن يعطيك كاش عشبات اللي تهدنك، لان هذه قضيه نفسيه لابد العلاج تاعها يكون طويل. وانا مانيش تما، ما نقدرش ناخذك يعني كمريض عندي، لكن واحد من العشاشبيه اللي هما ثم ممكن يصحوك ببعض الاعشاب اللي هي مهدنه، وهذا ما يمنعكش انك تواصل تستعمل الدواء تاع الطبيب. بشفي عليك ان شاء الله. محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم حكيم. اهلا بك خويا حكيم. عندي جن تاع 35 سنه. ايوه. انا باباها. اي أيوة والله. عندي جن تاع 35 سنه، عنده اللي يسميوه بالفرنساويه مينيزيوم. ايوه. حبه هنا فوق العين، حبه لداخل. داخل فوق العين. ايوه. دخلت له في الاخر في واسمه في ليفيسو تاع العين طبعا. ايوه. دار عمليه، نحاولوا شويه منها، قالت ما نقدروش ندنوا اكثر. ايوه. وطبعا درك حبوي الاخر واسمه قال لك لازمك تروح لراديو شيريرجي. اي أيوة والله. ولا راديو شيريرجي الاخر واسمه هذا وين جات للدار. ايوه. وكي طبعا درك كي جات للدار قالك الحبه كبيره ما يقدروش الاخر يديروها بلا راديو شيريرجي، درك رايحه لواسمو الراديو ثيرابي. ايوه. ولا راديو ثيرابي طبعا احنا نخافوها من البعيد، هكذا نخافوها حاجه على بالي كونسير. هو ما قالوكش بلي هذا ماهوش كونسير هذا؟ لا ماهوش كونسير. الله يبارك. شوف يا أخي، ممكن يعطوك الإيميل تاعي في الجاليري هنا في لاريجي، يعطوك الإيميل تاعي فيما بعد، عاود كلمهم يعطوك الإيميل تاعي إن شاء الله، وأنا ننصحك. فيك يعطيك صحتك، هذه مدة وحنا نتبعوا فيك على كل حال، بارك الله فيكم على. الله يسلمك خويا، الله يسلمك. الأخت نميرة في فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي. نتكلم مع الدكتور. راكي معايا تفضلي. حبيت نستفسر برك، انا عندي كراج ميتسمى كي كنت صغيره ما كنتش نمرض بيهم. ايوه. وكي كبرت عادوا ديما مرض، كي داويت بكري نحاوهم لي وكل، ومن بعد كتبقى ديما مريضه هذوك البلايص هذوك ديما ينوضوا لي. كي شفت هنا طبا في فرنسا قالوا لي عندك الواحد المناعه هابطه يعني. ايوه. ويعطوني في لي فوتيروكس. اي أيوة والله. دوك انا عندي مده 22 سنه وانا مريضه، عندي 55 سنه في عمري. عطاو لك لي فوتيروكس؟ وي. لي فوتيروكس تاع الغده الدرقيه. انا مي. بصح انت ما عندكش ما عندكش مشكل مع لا غلون تيرويد؟ سي قالوا لي عندك هذه لا تيرويد، ما على باليش بها واش هي. الغده الدرقيه. ايه لا تيرويد هي غده. مريضه بها ما نرتاحش خلاص. الغده الدرقيه وليزاميكدال الكراجم زوج اشياء. انا عمي ممكن يكون كي كنت هكا كيبدا لي المرض بعد داويت في الجده لا حاولي هكا تصحب بقاو ماشي هما خلاص لي بصح انني بقيت طول مريضه مده 22 سنه. ايوا وين تسكني في فرنسا؟ أنا في ليل. ليل؟ نعم. ليل راكي الفوق. شوفي اختي فيما يخص الغده الدرقيه لي فوتيروكس هذه لازم تحققي مع الاطباء. علاش عطاو لك لي فوتيروكس؟ المفروض اذا عطاو لك لي فوتيروكس يعني ان الغده الدرقيه تاعك راهي نازله وي. اي والله. فانت الوزن تاعك شويه لاباس به ولا شويه سمينه؟ كيلو. راكي تسمعي فيا؟ نعم. الوزن تاعك كثير كبير ولا؟ 68 وزن، ساعات نزيد شويه نعود في 70 74 وساعات نهبط دوك داير لي السكر. اي والله. والطول تاعك شحال؟ الطول تاعي 165. اي والله. اوكي. شويه برك ماشي بزاف. نعم. هذه نخلوا الغده الدرقيه بجانبا لان انا ما عنديش تفاصيل عليها. فيما يخص القراجم. نعم. القراجم نبداو بحاجه صغيره. روحي شوفي مثلا تعرفي سواكنبي؟ نعم. سواكنبي لاسوج. سواكنبي نعم. تقدري تقبضي قيس تكون مرحيه شويه، تقبضي قيس زوج مغارف تاع قهوه ديريهم في كاس. نعم. وتفرغي فوقهم الماء يغلي. نعم. تفرغي فوقهم وتغطيهم لمده واحد 5 دقائق 6 دقائق ومن بعد تصفي الماء هذاك وتغرغري به. ندير غرغره. غرغري به 3 مرات في النهار. نعم. وشوفي النتيجه من بعد اسبوع اسبوعين. ان شاء الله. ممكن باذن الله هذا راح يساعدك. لكن كما قال لك الطبيب ان عندك المناعه نازله، والمناعه نازله لان عندك بعض التراكم السموم في الجسم تاعك، وهذا يدير مشكل. لابد يكون تطهير عند غناج للجسم تاعك باش، وهذا لابد ان تكوني مع واحد يستكلف بك في علاج تام، علاج كلي. نمشي للاخت امينه من فرنسا. السلام عليكم. اخت امينه السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي اختي. الدكتور معايا؟ نعم تفضلي. الله يخليك. ولا انا عندي مشكل في العضلات، اللبغه نتاعي ولا ضعاف شويه وطول الطون يوجعوني ولا. ايوا خلاص انت لابد تعملي فحص لنفسك، يعني تشوفي الماكله تاعك واش راكي تاكلي، الاكل صحي ماهوش صحي. ممكن صحيه تو عندي مده ماكله صحيه يعني، ولا ناكل الخضر والغلال بعده من اللحومات الحمراء ولا الاوميغا 3 الحمد لله ناخذ ان بتي بو فوالا شاك فوا. سي دوبي كون؟ Voilà, peut-être à un an, j'ai changé le rythme. D'accord, et ça n'a pas donné d'amélioration? Non, j'ai العضلات متعبيني ولا العضلات وضعاف. يعني يوجعوك ولا؟ يوجعوا دي دولور. اوكي، شفتي طبيب ولا ما شفتيش؟ شفت طبيب، أنا عندي إغني peut-être في السيرفيكال وما نعرفش، ما عنديش فكرة ولا. صح. لا عندي السسمه لي بوانيي عندي ضاريني شويه لي بوانيي. يوجعوك ولا سي فابل ولا؟ دي دولور وجيعه. اوكي صح. شوفي اختي، اولا لو تدخلي الموقع المغاربيه وتنزلي الوصفه بالفرنسويه اللي تري ديتايي فيها 12 باج. راكي تسمعي فيا؟ نسمعي. اي والله. نزلي الوصفه هذيك فيها تعديل اكل، اون كوريكسيون نوتريسيونيل اللي ممكن تعطيك بعض الاشياء اللي راح تخليك ممكن تخلصي من هذا اولا. ثانيا بان نديك مباشره الى بعض الحلول. لو تعملي دي جو دو ليغوم. اكيد سمعتي فيها؟ اي وي. جو دو ليغوم من بينها الكرافس، البسباس، شويه المعدنوس، الزروديه. يا ما يعني فهمت شنو هي الزروديه؟ فوالا دونك سيلري، سيلري، فنوي، كونكومبر، كاروت، اي بيتراف. فوالا يعني جوست نايين يعني سي با مش في الفابور طيبين نو 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 il faut prendre un extracteur de jus et en faire des jus. Oui. Vous extrayez le jus et vous faites ça 3-4 fois par jour pendant à peu près 1-2 semaines. Et vous pouvez toujours m'écrire sur le email pour me donner vos impressions. الله يخليك يعني فما مليارو يعني فلا فما يعني تحسن في العضلات تقوى العضلات. Oui, ça d'une part. D'autre part, vous pouvez toujours ajouter un peu d'ortie. Ou bien vous faites des tisanes d'ortie, الحريقة. يعني. الحريقة c'est l'ortie هذيك اللي تحرق عشان بالي تحرق. C'est quoi le... Vous êtes tunisienne? Oui. Je crois qu'on m'a donné un nom que vous avez en Tunisie. C'est l'ortie, c'est une plante qui pique là. Quand on la met sur la là, ça brûle. Ah oui. Vous devez la connaître. C'est une plante qui est très connue dans le Maghreb. Je vais chercher, oui, oui. Oui, l'ortie, ça s'appelle l'ortie. Ah oui. L'autre plante que vous pouvez utiliser en jus aussi, qui est extrêmement bonne, c'est le cresson. Le cresson des fontaines. Vous m'entendez? Vous entendez. Voilà, le cresson des fontaines, vous faites des jus avec ça, vous appliquez la wasfa. N'oubliez pas le jus de... le jus de chou. Il est très amer, mais c'est un reminéralisant. Peut-être que vous avez des problèmes de minéralisation qui vous causent ça. Peut-être c'est le métabolisme de certains minéraux qui vous causent ça. Donc, vous essayez comme ça et vous verrez. Voilà. مشاهدينا الكرام نكتفي بهذه المكالمات ونختم حصة اليوم بهذا المكالمة الأخيرة وإن شاء الله نشوفكم في الأسبوع القادم ونواصل الكلام مع طبيب كبير آخر سنعلن عليه في ذلك اليوم ونشوف رأيه في قضية أصول سرطانات هذه وعلاجاتها لأن النظريات مختلفة والأطباء الآن في بحوث إلا أن أجمعهم يقولوا بأن الطب نرجع لمعيشة وأكل طبيعي هو اللي راح يحفظنا من كثير من هذه السرطانات اللي ما كانش موجودة عند جدودنا وبهذا نختم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.